انك متمسك كابتن حسن مصطفى منتخب مصر والنادي الاهلي والزمالك. انت المبدا انك متمسك بجهازك بالكامل. ممكن اسالك سؤال صعب شويه احسن؟ اتفضل. بيقولوا ان انت بتتحامى دايما في الجماهير، يعني في المصري يبقى الجمهور، في الاتحاد السكندري يبقى الجمهور، في الزمالك يبقى الجمهور. أيوه. هو الظهير بتاعك وبالتالي بتضغط بيه على مجالس ادارات الانديه، صح هذا الكلام؟ طيب اتحامى بيهم ازاي؟ يتحامى انا شغلي اللي بيحميني يعني بعد ربنا، ربنا الاول ثم. فانا ما بتحمش بحد، بالعكس الجمهور اول ما بيشوف حسام حسن وجهازه في المكان اللي هم بيحبوه بيتحمل عليك وحمل كبير ورغبات اكبر من الامكانيات اللي الموجوده، بيحسوا ان هم مظلومين في حاجات، فبيرموها عليك ان انت مستنيين ان الراجل دون، حاسين ان هو مش بتعلف ودوران، مش محدش هياخده تحت باطه عشان يمشي اموره. هي فالجمهور عنده الثقه في دي، زي ما يكون واحد انت جاي تتحمى في حد عايز يدافع عنك. هو العكس، الجمهور بيبقى عنده ثقه مسبقه من في حته ان الشخصيه دي مش محدش هيلو دراعه. فنفسهم في حاجه، نفسهم ان هم عندهم يبقى تيم كويس، تيم قوي، عن نفسهم ان الاداره تحس بيهم. انت حلقه الوصل اللي هم بيتمنوه بس هي، لكن نعم. ان انا اتحمى بيهم أنا بالعكس، انا لما بروح مكان ببقى سعادتي ان انا ارضي الناس بشغلي. نعم. لكن انا هيحموني ان هم قعدوا لي، ما فيش حد شغلك هو اللي قعدك. طب احيانا يا كابتن الجمهور بيبقى بيحب جدا، يعني الجمهور مثلا في المصري على علاقه طيبه جدا بحسام ابراهيم، ثم فجأة رحيل الكابتن حسام إبراهيم، ممكن ده يكون زعل جمهور النادي المصري، وطبعا دايما الزعل بحجم الحب. مظبوط. وأسئلة كتيرة طرحوها، ليه مش حسام إبراهيم في التوقيت ده بعد نجاحات الكبيرة، بعد حالة الهدوء، بعد الاستقرار؟ وكان تصريحات الكابتن حسام إبراهيم يعني هناك أشياء أخرى لن نعلن عنها. يعني هي من ضمن الحاجات اللي لو حضرتك والكابتن شوبيرت نوعنا إن أنت في مدربين لما يمشوا يجيبوا يعملوا السلبيات كلها على 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 المكان. احنا زي ما انت قلت لا نفصح عن حاجه، اللي احنا كل احترامنا للناس اللي اشتغلنا معاهم، واحنا جينا ظروف نادي المصري انتوا تعلموها، ما كانش فيه غير 3 4 لعيبه في الموجودين في التيم، يعني ما فيش حارس مرمى، يعني احمد الشناوي اتباع، مش عارف مين راح كان اعاره ومشي، ما فيش حارس مرمى خالص. يعني مش بتكلم، تخيل بقى حارس مرمى، يعني مفيش في كل القوام الفريق مش موجود. فتعبنا في الموضوع ده مع بعض، الاداره والجهاز، وجبنا لعيبه اللي كان ناس ماشيه مش متأيده في انديه، اختبارات، لحد ما عملنا تيم بمساعده الاداره والاستاذ سمير حلبيه والمجموعه اللي كانت موجوده. كلنا كان هدفنا هو، يعني هو ما صدقوش ان احنا وافقنا في الاول، يعني ما اتكلمناش في فلوس، احنا قلنا كلها كانت شغل الشاغل ان النادي المصري زي ما بيحصل، ان لما بيحصل نجاحات والفريق بيرجع بتلاقي الامور يعني بتفك شويه، كل واحد الالفه اللي كانت موجوده والحضن اللي كان موجود وكل واحد خايف على التاني، يعني في حته احساس بان لا انت عملت، لا عمل ده انا عملت. لكن انا سعدت ان انا عملنا، كلنا اجتهدنا اللي اتعمل ده كابتن شوبير. نعم. بفضل يعني فضل الله، ثم جمهور نادي المصري، ثم المحافظ الاستاذ اللواء عادل غضبان، الاستاذ سمير حلبيه والمجلس الاداري كان موجود ساندونا في لحد ما وصل التيم ان هو يصل في المربع الذهبي 3 سنين. تمام. وان هو يحقق لعيبه تجيب ملايين، تتباع بملايين، وان انت توصل للظروف دي وتقعد مع النادي الاهلي فاينل، فدي حاجه كويسه. وصلنا لحاله في ان احنا مشينا زي ما عايز اكمل، جمهور النادي المصري تفهمها في الفتره دي الاخيره، في ناس زعلت، لكن في ناس اللي زعلت دي فهمت احنا ليه مشينا، كان ان احنا تحملنا، مش عايز كل شويه الاقي لعيب بيمشي مش من وانا من غير بس خلي بالك يا كابتن حسام بصراحه، يعني الناس قالوا حسام حسن ترك النادي المصري بسبب اغراءات بيراميدز والعرض المادي الرهيب جدا جدا، وكان الموسم بدا، وبالتالي حطيت النادي المصري جمهوره ومجلس ادارته في موقف حرج. لا هو في الحقيقه قبل انا بيراميدز دي، يعني نادي بيراميدز مع احترامي، جالي
مش موضوع مش متفق معاه خالص. ده في يوم وليله. لكن انا كنت عامل حسابي ان بعد الماتش لما رجعنا من الفيتا كلوب في الكونغو انا في حاجات عمال اعديها وتحملها وجمهور هناك كان شايف. فانا قلت جواه والجهاز عارف ان احنا المرحله دي خلاص عملنا اقصى حاجه، عملت اقصى حاجه مع الفريق، وحاسس ان الموضوع هيفك. يعني هتلاقي لعيبه راحت، في لعيب قبل كده اتباع واتفاجئت انه مش موجود، في اتفاقات حسيت ان. وفي المقابل انت ما بتجيبش البديل على فكره، انت ممكن تبيع لكن بالمشوره تجيب وده اللي انا قلته. انا ممكن يعني ممكن اوافق ان ممكن حاجه تباع، بس هات لي فلان والفلوس دي ممكن نجيبها كذا وكذا قبل ما يمشي، لكن ما يتباعش وبعد كده لا الفريق الدنيا وقعت. ودي مش عشاني، مش عشان حسام حسن، عشان خاطر الثقه اللي انت قلتها من شويه ان جمهور عايز يعني بيرمي عليك الحمل. استفدنا في دي، لكن بيراميدز يعني انا مشينا وخدنا قرار، لان زي ما قلت ان انا عندي قرار ان انا امشي ان انا خلاص مشيت من المصري بيراميدز لما رحنا، وكان افضل يعني افضل قرار او افضل حل كان في لما مشينا واتفاجئنا بالعرض بتاع بيراميدز وخدنا وخدت قرار ان ايه، لان قبليها زي ما قلت ان انا مش عامل حساب ان انا هقدر اكمل تاني. تمام. طريقه رحيلك زعلتك من بيراميدز؟ لو اتعادل الموقف تاني واتعادل في الظروف اللي حصلت قبليها همشي. هتمشي.